دكتور خليني أسألك، تشتغلي شغلك مع طلبة ومع طموحه ومع الشباب ومع، يعني ده انا امبارح رحت شوية كنتش عايزة امشي الحقيقة، تحلمي لإيه بالنسبة للشباب المتفوق في الصناعة دي وللراليز اللي بتحصل على المستوى ده، وبتتوقعي ايه النهاردة من الطلبة؟ هو انا متوقعه كتير من الطلبه الحقيقه. يعني انا بقالي الحمد لله 5 سنين في مركز الابتكار ورياده الاعمال بجامعه عين شمس. انا بشوف الطلبه، وطلبه اللي بيجوا بقى من الاول خالص اللي هم لسه عندهم فكره، هو مؤمن ان هي فكره كويسه. وهي انا دايما بقول ما فيش فكره وحشه، بس في حد مؤمن بفكرته وبيجري وراها وبيطورها وبيشوف يزودها ازاي. وده دور الحقيقة الحاضنات أو بالظبط. الـ الأماكن أو البرامج اللي بتسعى إن هي تطور الفكرة. ده دورنا إحنا بقى، يعني تصميم البرنامج الأكاديمي هو الهدف الأساسي بتاعه إن أنا أنقلك من مرحلة إن أنت عندك فكرة، إن أنا أطورها معاك من خلال بروسيس معينة لحد ما تطلع فعلا حاجة أقدر إن أنا أبيعها. انا بدعو، انا بعتذر يا دكتور انا اتفضلي. وقتي خلص، ولكن انا بدعو أوكي. كل الناس اللي موجوده في العالمين ان هم يجوا يحضروا رالي النهارده، شرفونا طبعا. والمسابقه النهارده لسباق السيارات الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط على مستوى الجامعات. حقيقي هتسعدوا مش بس بالروح ولكن بالجوده المصريه من الجامعات المصريه من خلال مهرجان العالمين. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، شكرا. شرفتونا. احب اشكر حضرتك والمتحده على دعمها وسبقها في تنظيم والاشراف اشكرك يا دكتور، وترويج لهذا الحدث شكرا. العالمي بإذن الله تعالى.